مشاهدينا، بما انه حلقتنا اليوم عن جراحات القلب، خلينا نتحدث في الاسعاف الاولي عن الالام او الوخزات اللي ممكن نشعر فيها في الصدر، متى تصبح علامه خطيره على وجود مرض معين؟ مع ضيفنا اللي انضمنا اليوم الدكتور عمرو رشيد، اختصاصي امراض القلب والاوعيه الدمويه والقسطره العلاجيه. مرحبا دكتور عمرو. اهلا وسهلا فيك اخت ايات، واهلا وسهلا في جميع مشاهدينا. دكتور عمرو، متى تصبح النغزات الصدريه علامه على وجود مشكله حقيقيه في القلب؟ هو بالبدايه رح نحكي انه الشعور بالم الصدر هو يختلف من شخص لاخر، والشعور بالنخز الصدري هو ليست العلامه الحقيقيه والخطيره لوجود مرض الشرايين القلبيه. طبعا الشخص لما يشكي من وجع الصدر بيقول لك انا في عندي هذا الوجع، فاول شيء بيتبادر على ذهنه انه ممكن يكون له علاقه بالقلب، نعم، والشرايين القلبيه او الجلطه القلبيه، فبالتالي ايش لازم يعمل، شو لازم يتصرف، هل هذا الالم له علاقه بالشرايين ولا لا. فانا راح اعطي بموجز سريع انه ايش المواصفات المتعدده. هلا بالنسبه للبدايه نحكي بالنسبه لالم الشرايين القلبيه، في العاده هو لا ياتي على شكل نخز صدري، وراح نتحدث بالنخز الصدري، ولكن بيجي على شكل ايش، بيجي على شكل الم يعني متوزع في منطقه الصدر، في العاده منتصف الصدر، يعني مش بالضروره انه يكون على الجهه الشمال، مش بالضروره يكون في على في على الذراع الايسر، بس عاده بكون في المنتصف، ممكن ينتشر ينتشر، ممكن يصعد إلى الرقبة. نعم، هذا أمر كتير مهم إنه ممكن يصعد للرقبة. في بعض الإنسان بالناس بيحسوا إنه في منطقة الحنجرة والفكين بيحسوا هذا الألم، والشعور فيه بقول لك إنه هذا بيجي كشعور بالحرقة أو زي الفلفل أو زي الثقل، بس مع وجود وجع حقيقي. هذه هي العلامة الأكبر لوجود مشكلة في الشرايين القلبية، قد تدل على وجود ذبحة صدرية أو جلطة قلبية حتمية. طبعا هذه برضو كمان أنه من الأسباب تبعتها مش شرط أنها تكون من الشرايين، ممكن تكون لها علاقة من التهاب في الغشاء اللي حوالين القلب، نسميه إحنا التهاب شغاف أو التامور، التهاب التامور، بالإضافة أنه ممكن يكون الآلام الأخرى الناتجة من العضلات، ولكن ما بتعطي الشعور بالحرقة والفلفل والمتوزع في الصدر. انزيمات القلب تلعب دور؟ هلا هون رئيسي في هذا هون الموضوع. امر مهم جدا. ليش؟ لانه الانزيمات، يعني ايش الاطباء قاعدين بيعملوا لما يوصل الطبيب للطوارئ، كيف بيشخصوا انه هذا الالم له علاقه بالشرايين ولا لا؟ بيلجأوا لفحص تخطيط القلب، هو اهم شيء. التخطيط بيظهر انه هذا جلطه قلبيه، ولكن اذا التخطيط ما اظهر انه هناك جلطه قلبيه، ممكن يعني التخطيط كان جيد او سليم او بعض التغيرات، ممكن نسميها هنا ذبحه صدريه. فهنا بيجي الدور نحكي انه الاشخاص اللي بيحكوا بالنخز، النخز في العاده ما له علاقه بالشرايين، هو له علاقه بالعضلات الخارجيه او بالاعصاب الخارجيه الموجوده في منطقه الصدر وليس بالشرايين. فبالتالي بنلجا احنا لما نشوف انه التخطيط تبعنا سليم او بعض التغيرات الخفيفه وممكن ما تؤدي الى شيء، بنلجا الى فحص انزيمات القلب، وانزيمات القلب انواع. طب دكتور، اللي قاعدين ينتظروه المشاهدين، في كثير ناس بقول لك والله انا مش قادر اتنفس، انا لما اقوم بجهد معين نفسي بيضيق علي، في تعب، في هذا الوخز، انا لما احرك ايدي اليسار ممكن اتالم. فهذا اللي بدي اسالك يا دكتور، هل هذه علامه على وجود خطر؟ وشو نسوي انتم في غرف الطوارئ، شو تسوي لما يجيكم مريض يشكي من هاي الحاله؟ هلا هذا الموضوع بصراحه كثير واسع، انه احنا بدنا نحكي في ضيق التنفس وعلاقته في القلب. هلا الضيق التنفس إذا كان له علاقة بالقلب وناتج من شرايين قلبية حتمية، بدها تكون الحالة بصراحة خطيرة وطارئة، بحيث إنه الشخص بيقول لك أنا ضيق تنفس شديد، مش قادر أنام بشكل مستوي، بالإضافة لوجع شديد في الصدر، هنا نعم اتجه للطوارئ ماشي، بس والإيد الشمال، والإيد الشمال هو ليست يعني العلامة اللي بنحكي فيها إنه إلها علاقة بالشرايين بشكل كتير كبير. هلا أما معظم الشباب، خلينا نحكي كسن شباب، اللي بيشكوا من ضيق في التنفس واخذ بالصدر والآلام المتنقلة الشمال اليمين الأوجاع الرقبة، هذه إلها علاقة بشغلات إحنا مش علاقة بنسميها شرايين قلب، شيء بنسميه إحنا أعصاب القلب أو تروية القلب العصبية اللي بتسبب مجموعة من هذه الأعراض، وهي ليست خطيرة ولكنها تكون مزعجة جدا وأعراضها شبيهة جدا بأعراض قد تكون الذبحة الصدرية أو الجلطة. من هذا المفتاح اللي ممكن نخلق فيه ونفتح فيه آفاق من الصحة والعافية نتمتع فيها طوال فترة حياتنا. بختم حديثي معك، أنا عارفة دكتور عمرو بأنه هناك الكثير من مواعيد المرضى اللي تنتظرك، وتوك طالع من عملية، إن شاء الله نتمنى السلامة للمريض اللي كان معك. كل الشكر لك دكتور عمرو. شكرا لكم ولجميع المشاهدين، وإن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية.